تعبت، هاي بعدني في السكنة بسم الله. وأعطيكم هدية، أول شخص يحزر كم جينز راح ألبس، أوكي؟ يلا بلش. بدكم ويانا حتى نجيب المرايه، تذكرون من رحنا انا وعلي دورنا على مرايه وما لقينا، وصلت على وحده اونلاين وهسه جايه دا اخذها من هذا المحل اسمه كيركلينز. ماتين ماسك ما ابقى برا، ابقى برا. اوكي طبعا علي ناسي يجيب مات الماسك، علي راح يجي ياخذها. يانا المرايه اجت حطت لي اياها هنا، بس علي ما جايب ماسك، راح يجي ياخذها من الباب. يلا I'm so excited. Sorry. يلا. هم زين جبنا هاي السيارة. مستحيل تكفي بلا سيارة. وين حتطويها؟ Guys كلش طويلة. خلاص هسه راح نسوقها للبيت، أشوف لكم إياها بالبيت من نفتحها. بس بدي أتوقع بدي أشوف شلون شكلها. لحظة إيش حوصلة؟ واو اتس هيوج. هذا سعرها جايز، والله اتس سو تشيب، 129. خلص عاد هاي غرفتي. هلو جايز، جايز المرايه انحطت، اتس هيوج، يعني ايش طولها باعوا. هاي المرايه على طولي، انتوا تشوفون. Hello guys, welcome back to my channel. اليوم مثل ما تشوفون بالعنوان، اليوم راح اجرب وياكم كل الجينزات اللي عندي بالدولاب مالتي. الدولاب معناها in my closet. I'm gonna try all of my jeans that I have in my closet. عندي كوما جينزات، وبصراحة أنا ما أذب ماتي البناطير، كليتهم عندي ياهم موجودين. This is not it، صدقوني. هاي بس نصهم. باعوا هاي الجينزات اللي عندي، عندي هاي. باعوا هاي الجينزات كليتها، راح اجربها وياكم. طبعا اكو بعض من هاي الجينزات جديده، بعض من هاي الجينزات قديمه، بعضهم صار لي كل شوية ملابسته، وبعضهم دائما البسهم، بتعتمد على الترند. وبصراحه ابد ما اذب ماتي جينزات، دائما اغير بيهم اشياء، اقصقصهم، فلذلك اخليهم. فاليوم راح اجربهم كلهم وياكم، وما اعرف اذا راح اغير بعضهم بالمستقبل لو لا، بس اذا اغير بعضهم بالمستقبل اكيد راح اشوفكم شنو اللي اغير بيهم. بعد ان بنبلش بالفيديو، لا تنسون تسوون سبسكرايب وثمز اب اذا راح تحبون هذا الفيديو. جايز راح نبلش باول بنطلون انا لابسته، طبعا هذا اخر بنطلون اشتريته، خلي اشوف لكم اياه. اشتريته من فاشن نوفا، طبعا كلش حبيت هذا البنطلون. حطيت لكم المرايه هنا حتى من بعيد هم تقدرون تشوفون شلون شكل البنطلون، ومن ورا تقدرون تشوفون شكل البنطلون. طبعا البنطلون صاير كليته ستريت مثل ما تشوفون، وما صاير هاي ويستد، ما اعتبره اني لو ويست، اعتبره بصراحه ميديوم ويست، يعني ما صاير لهنا ولا كلش نازل، بالنص وكلش باقي. اخذت قياس اكبر من قياسي، وحبيت الفيتنج مالته لان صغرت بس الخصر، الباقي كليته خليته كبير وعريض، لان كلش لا احب الستايلات اللي تكون شويه عريضه بهاي الجينزات. فهو هذا اخر جينز اشتريته، بعدني حتى صور بصراحه ما ماخذه بي، اليوم يمكن اخذ صور بي. جايز هذا البنطلون الثاني، طبعا مثل ما قلت لكم بدلت البلوز، لبست واحد ابيض، لان احس الابيض راح يرهم ويا كل البناطير الجايه اللي راح البسها. لبست هذا الحذاء اير فورس 1، يعني هذا البنطلون اشتريته من براندي ميلفيل، البنطلون صاير قصته شويه قصيره. هذا هو الجينز الثاني. جايز صدق انا ما راح اعد واقول لكم كم جينز عندي، اريد احد يكتب لي بالكومنتس كم جينز راح اجرب، واللي يحزر صحيح اول شخص يحزر صحيح كم جينز جربت، you're gonna win something, you're gonna win a prize. فكتبوا لي اسمكم، كتبوا لي ايميلكم، كتبوا لي الواتساب مالتكم حتى اقدر اواصلكم واعطيكم هديه. نيكست، وهذا هم عندي هذا الجينز هم من براندي ميلفيل. هذا الجينز صاير مامز جينز، يعني صاير عريض وشويه من هنا يكون قصيف، يعني مو عريض من جوا يكون قصيف، يسموه مامز جينز. هذا هو الجينز. نبلش بالجينز اللي وراه. جايز عندنا جينز سكيني، صار لي كل شوي ملابس سكيني جينز، والله نسيت عندي اياهم. صار لي فتره جدا ما
طويله ملابسه سكيني جينز. واو 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 اتس ا ديفرنت ستايل بصراحه. شنو رايكم؟ عندنا هذا الجينز، هذا الجينز هم مامز كات، هذا اللون يمكن الوحيد اللي عندي هيك. ما عندكم جينزات يكونون اسيد واش؟ اسيد واش وبليتش يعني يكون كلش كلش فاتح من هذا الجينز اللي يكون almost على بياض. هذا الجينز انا مشتريته فينتج من لي، تشوفون هذا البراند لي فينتج انا مشتريته واني مقصته ومسويه هاي القصه عليه. جايز بصراحه دا لاحظ من جينزاتي انا شويه سمنانه، ما عندي اعتراض. طبعا هذا الجينز من الجينزات الغريبه اللي عندي وكلش احبه من ذا كريد، وهم جايه قصته شويه قصيره. يمكن على بعض العالم تكون فيت، انا علي شويه قصير، اكثر المودلز اللي عندهم بالويب سايت هم قصير، فحبيت اني هو قصته هيك تكون. انتم شنو رايكم؟ تحبون الجينزات تكون غريبه مرات، لو تحبون الجينز يكون ساده ماكو عليه اي شيء؟ نيكست. اوكي عندنا هذا الجينز، واو اوكي حلوه قصته بصراحه. هذا الجينز راح تشوفوه شورت بيوم ما، يعني هذا الجينز اتصور عندي مثل ستايلات غيرها، وهاي القصه مو كلش داخله بعقلي، ما ادري شو هسه البس عليه ومو كلش حلو. هذا مشتريته اني من زارا، هم صاير ميديوم ويست، لا هاي ويست ولا لو ويست، ميديوم ويست. نكست. طبعا شلت شعري لان كلش احترت، خلينا نرجع لمهمتنا. عندنا سكيني جينز ثاني، هذا من زارا بس هم حلوه القصه مالته. الفرق مالته الوحيد عن الثاني السكيني انه هذا ما بي قصات، ما بي اي شيء، صاير اسود ماكو عليه اي شيء. سكيني جينز اسود ماكو عليه ولا شيء، عادي طبيعي جدا. نكست. هذا عندي فينتج فايند، انا هم مغيرته ومسويته. هذا عندي بنطلون فينتج كلش حبيت القصه مالته، نسيت ايش قد حلو يطلع علي هذا البنطلون، لان باعه كلش جاي على الخصر، يعني بيرفكت على الخصر مالتي، فيبين خصري كلش صغير يعني اصغر مما هو صغير. تشوفون عندي كوما مامز جينز، لان اتصور قبل سنتين كانت مودتهم وهواي اشتري جينزات هيجي، وكنت اشتري جينزات عريضه واسويهم مامز جينز. ليتس جو. لاحظت انه عندي كوما سود سكيني، خلي اشوف لكم هذا. هذا هم من فاشن نوفا، هم صاير سكيني جينز مشكشك مثل ما تشوفون، بشقات من نانا ومن نانا. من جوا هذا البنطلون هم صاير مشكشك، من نانا مشكشك ومن جوا هم مشكشك صاير بهالطريقة. هذا الاختلاف الوحيد. نيكست. تن تن تن. هذا عندي جينز ابيض صاير هم قصير من جوا مثل ما تشوفون. هذا الجينز صور هم كان فينتج واني مسويته. طبعا احلى شيء بالبناطير الفينتج، احس انه من تشترون بنطلون فينتج وتغيروه وتقصقصوه ويكون يعني بالطريقه اللي انتم تريدوها يطلع كلش حلو. نيكست. طبعا هذا هم واحد من الجينزات الغريبه عندي مثل ما تشوفون، مالته الدقمه تصير هنا مو هنا، تشوفون هيك فيها كذا تصير. هم اشتريته من ذا كريت كلش حبيته، وقصته تكون عدله تشوفون، وجايه ويا الحذاء كات قصه عدله. نكست. هذا عندنا بنطلون هم صاير هاي ويستد، هم مقصوص من نانا، لون شويه غامق، جينز غامق، اشتريته من براندي ميلفيل، كلش احب قصته، اشتاقيت له، صار لي وايد لابسته بصراحه. يس 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 يس. نكست. ياي هذا واحد من الجينزات المفضله اللي عندي حاليا. اول شيء هذا الجينز باعوه شلون صاير من جوا، كلش عريض، يعني جينز تشارلس من جوا صاير. هاي القصه طبعا تطلع الجسم كلش حلو، اللي صايره من هنا ضيق وينزل شويه من هنا عريض. احس انه كل جينز وكل قصه جينز راح تعطيكم فايب مختلفه، فحسب الفايب اللي انتم تريدوها، عرفتوا شلون؟ حسب الاوتفيت، شنو الفايب مال الاوتفيت مالتكم راح تختارون الجينز. ما احس انه اكو قصه وحده فقط ترهم لكل السنة أو ترهم لكل الأوتفيت، فذلك أنا كل شوية أحب أنوع لأن كلش يعطوني different vibes. يب هذا واحد من اللي هسه كل شوية أستعمله وكل شوية أحبه. next. أوكي هذا واحد من الجينزات اللي مو كلش بصراحة أحبه، يمكن لابسته مرتين ثلاثة بحياتي، أتصور يراد له تغيير، يراد له شيء جديد.
تشوفون شلون القصه ما ادري هيك على بالك ما ادري ما يطلع الجسم حلو ما ادري القصه ظالمه الجسم انتم اكتبوا لي شنو رايكم بهذا الجينز اغيره اسوي بيه تعديلات باعوه من ورا شلون صاير اتصور اذا اسوي شورت عريض يطلع كلش حلو قايسه سدا باعوا على البنات تقريبا 3 ارباعهم اللي بس وياكم بس بعد عندي هوايه نيكست هذا البنطلون هم فينتج مشتريته صور كالفين كلاين تشوفون الفينتج هذا شلون هذا صار من هذا الفينتج اللي مالته الباكيتس تكون عاليه مو ناصيه تشوفون الجيب مو يكون هنا لا يكون كلش عالي هاي القصه اصور مال الثمانينات مو متاكده 100% او بدايه التسعينات هذا صاير عريض عدل عريض من هنا لي جوا مثل ما تشوفون كلش احب قصته هسه هاي موته اكثر شيء دارجه انه البنطلون عريض ستريت كات ما البسه هوايه بصراحه ما ادري ليش يراد البسه اكثر ممكن لابسته مره او مرتين مرات انسى يعني مثل ما تشوفون عندي كوما بناطير بس انسى انه عندي هيك الوان كتبوا لي انتم شنو رايكم بهذا الجينز انا كل شويه احبه هذا من الفينتج اللي اشتريته وكلش ما غيرت بيه اجى فيت بيرفكت مثل ما انا اريده طلع لي واحد سكيني السكيني جينز احس انه لازم تفرفرون وتعدلون وتجرون يلا تطلع القصه مالته زياده هاي يعني كلش 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 قليل البس سكيني جينز طبعا هذا السكيني جينز كلش مريح من هذا اللي يكون ستراتشي يعني اقدر كل شيء اسوي بيه وكل شيء ما يصير نيكست بدنا جينز من بوهو هذا هو كاستيم مو كلش مفضل عندي هذا الجينز بصراحه ما ادري يمكن ادبه ما ادري احسه مخربطه شويه مو شنو رايكم انتو احس هذا ما راح احبه كل شيء هواي حتى اذا اقصه واسوي شورت ما ادري صار كل شيء بلابسته نو هذا باي نيكست اوكي جايز طبعا هذا الجينز غاسلته بحيث ريحته كليتها تايل هذا الجينز اصور مجربته وياكم ذيك المره من اشتريته بالفاشن نوفا صاير عدل مقصوص من جوا مثل ما تشوفون شويه عريض طبعا احبه كلش بس احس الجيوب مالته اذا تكون اكبر يطلع احلى ما ادري هذا واحد من الجينزات اللي بالاخير مشتريته يعني قبل شهر نيكست هذا الجينز كل شويه استهلكه اشتريته فينتج طبعا والفتشي الوحيد اللي عدلت بيه هو الخصر مالته بس شويه قصفته وكل شيء ثاني ما عدلت بيه هم من لي كلش احب القصه مال لي جينز بصراحه احب مالتهم القصه على الجسم احس صدق طلع جسمي حلو وطويل شو رايكم هذا القصه هم عدله وعريضه من الجينزات اللي دائما البسها طبعا اللي يتابعني يعرف وي وي بعد لي ثلاثه اوه عندي هذا الجينز هذا الجينز يا جايز هذا قياسه يمكن 3 أو 4 قياسات أكبر من حجمي وأنا مصغرة بس الخصر وكلش أحب قصته تشوفون كلش عريض وأبيض وصايرة قصته عريضة من فوق لي جوا كلش 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 هواية أحبه من ديكيز طبعا كلش أحب الجينزات البيض ويا الأوتفيتس ما ألبسهم هواية لأن ألبسه مرة وبالغسالة مرة وبالغسالة صار مثل كارغو بانس كارغو بانس معناها بيها جيوب وبيها أشياء هيجي عرفتوا شو هذا يسموه كارغو كلش قليل الجينزات اللي عندي اللي ما احبهم لان دائما اصفي بس صار لي فتره كلش طويله ومصفيه يمكن سنتين نيكست اوكي هذا هم واحد من الجينزات اللي كلش هوايه احب قصته اشتريتها من Pretty Little Things القصه مالته السبيشل بهذا الجينز عريضه كلش ومن صفحه يكون مقصوص اصور شايفيهم كوما علم تلبس من عندهم أنا حبيت أجيب اللون الأسود لأن أشوف هما يلبسون الجينز اللون الجينز بهذا القصة فحبيت إنه أجيب أسود هيك شوية تغيير كلش أحب مالته القصة أنتم شنو رأيكم تحبون هيك شيء أنا yes. حبيت البيكة مالته طبعا صديقتي in the background she's talking لتحكي وياكم next guys ما تخيلون السعادة اللي أنا بيها هسه أحط آخر جينز وياكم هذا الجينز الأخير أنا أنا واحد من المفضلات مالتي هم صراحة كوما تشوفوني ألبسه يعني اللي يتابعني راح يعرف انه كل شوية البس هذا الجينز وصار كله عريض من انا شوية باب والباقي كله عريض ينزل على الرجل عدل. So yes
يس جايز خلصت خلصت جايز فاينالي خلصت كل الجينزات وياكم. طبعا متت من التعب ما تتخيلون. مثل ما قلت لكم جايز اللي يحزر كم جينز لبست والجواب يكون صحيح، اول جواب صحيح ويا ايميل ويا فتشي اقدر اراسلكم بيه، يو غانا وين سمثينج. هو فتشي كلش حلو اني دائما البسه. That's it guys. أتمنى تونستوا وياي بهذا الفيديو وحبيتوا. إذا تونستوا وياي لا تنسوا تسوون thumbs up، واللي بعدها مسوي subscribe you know what to do. لا تنسوا تسوون subscribe جوا، وأنا أحبكم كلش هواية وأشوفكم على المرة الجاية. باي.